بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أشكركم الطاقم الصحفي على اهتمامكم البالغ بالقطاع القضاء والعدل بهذه وحضوركم في افتتاح السنة القضائية اليوم. فما أريد أن أقوله هو أنه بالنسبة لهذه المناسبة اليوم التي حضرها شخصيات قوية ذات من العيار الثقيل، وكان لنا الشرف أن نحضرها كذلك، فكانت يعني ناجحة بكل المقاييس. فهذه هذا الافتتاح ينم عن مسألة أخرى، هو أن هذه المحكمة، محكمة الاستئناف بالقنيطرة، وبعد أن عيننا فيها من كرئيس مصلحة كتابة الضبط منذ يعني قرابة سنة، يعني قرابة سنة تقريبا، كان لنا الفضل، ولكن بمعية السيد رئيس الأول بهذه المحكمة والسيد وكيل العام كذلك، من خيرة الأساتذة أو المسؤولين الذي عينوا يعني في هذه المحكمة، كان لهم الفضل في مساعدتنا وفي كذلك مؤازرتنا، ونحن كذلك ساعدنا في هذا المجال أن أوصلونا يعني وصلونا إلى يعني مصافي المحاكم الأولى في خدمة المتقاضي وإعطائه ما يستحقه من حقوق. وبالمناسبة أشكر كذلك السيد وزير العدل على تجديده الثقة يعني في شخصنا، وهذه الثقة تنم عن، إذا كان السيد وزير العدل معين من طرف جدد فيه الثقة سيدنا الهمام مولانا صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، فنحن كذلك نفتخر بهذه الثقة المولوية التي أعطاها للسيد وزير العدل. وبالتكافؤ أو بالتعدي ممكن أن نقول أعطيت كذلك للسادة رؤساء المصالح كلهم والسادة يعني الموظفون والسادة. فالإشارة القوية التي أريد أن أشير إليها أن هناك تلاحم قوي بين جهاز السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة. وأشكر في هذه، لن يعني تفوتني الفرصة في أن أشكر السيد رئيس النيابة العامة بالمناسبة، والسيد الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للقضاء الذي ينوب عن جلالة الملك محمد السادس نصره الله. فهؤلاء وبمعية كل الأساتذة وبمعية كل المسؤولين لدى السلطة القضائية، وكذلك المسؤولين على رأسهم بوزارة العدل، على رأسهم السيد وزير العدل، وكذلك السيد الكاتب العام، والسيد مدير الموارد البشرية، والسيد مدير الميزانية، والسيد مدير التجهيز، وكل حتى لا أنسى كل يعني المسؤولون المركزيون كانوا يعني في يعني الموجودين يعني مع الحدث، كانوا في يعني في 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 استعداد تام لإعطاء يعني ومساعدة يعني المحاكم في أن تبدي تلك الصورة الحقيقية عن الخدمة القضاء أو قطاع العدل في خدمة المواطن، يعني يكتسي طابعا مواطنا وطابعا ذا صفة يعني ديمقراطية تنم عن أنه فعلا يجب أن تخدم هذا المواطن وهذا المتقاضي خدمة للصالح العام. وكلنا يعني غيرون عن مملكتنا الشريفة، وكلنا يعني غيرون عن عدم يعني التلاعب وعدم يعني التماطل في كل ملف الذي يشكل مصيرا قويا لأولئك المتقاضون الذين يتوافدون على هذه المحكمة. فباعتبار مسؤولا إداريا أحاول دائما بمعية المسؤولين القضائيين وكذلك السادة القضاة والسادة الطاقم القوي كذلك الذي يمثله الموظفون أطر يعني جهاز الإدارة القضائية، كانوا على الموعد فعلا، وأوصلنا هذه المحكمة الاستثنائية إلى مصافي أولى بالنسبة لإنتاجها هذا السنة. ولن أخفيكم سرا، يجب أن تبحثوا عن الأرقام وتقارنوها بالأرقام يعني في السنوات الماضية. لا أشكر نفسي، ولكن
أشكر كل الأطقم التي عملت في هذا المجال. فالسنة يعني افتتاح هذه السنة القضائية كانت ناجحة بكل المقاييس. لماذا؟ لأنها اكتست طابعا إحصائيا ذا رقمنة عالية، إنتاج عالي، كل موظف هنا وكل إطار وكل مستشار وكل نائب وكيل عام للملك وكل كذلك الدائرة القضائية التي تتبع يعني تتبع لهذه الاستنافية، سواء بسوق أربعاء الغرب الذي كنت فيها رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة، أو سيدي قاسم، محكمة ابتدائية سيدي قاسم، محكمة سيدي سليمان، محكمة يعني بلقصيري، وجميع المحاكم التي تتبع للدائرة. يعني هذه السنة شهدت استثناء. أريد أن أقول لكم أنه بالرغم من 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 من, من الوباء الذي كان يقف، وباء يعني كوفيد 19 وما تلاه من مجموعة من الإكراهات، بالرغم من ذلك فقد وصلنا إلى إضافة رقمية نوعية في التنفيذ الزجري وفي يعني الملفات الجنحية وفي الملفات كذلك الجنائية وفي الملفات المدنية وفي ملفات يعني التي تتعلق بخلية التكفل بالنساء يعني ضحايا العنف وكذلك. فكلنا لا نفكر في أنفسنا، نجرد أنفسنا، نتجرد يعني نكران الذات من أجل هدف واحد الذي أوصى به جلالة الملك محمد السادس نصره الله. يجب على كل مسؤول أن يعمل كل عمل يعني يريد أن يرسل أو يبعث الطمأنينة للمتقاضي. فالمتقاضي يجب أن لا تنهاره، يجب أن لا تصد في وجهه، يجب أن تعطيه يعني مكانة يعني واعتبارا قويا، وتقوم بخدمته دون انتظار أي مقابل سوى المقابل الصالح العام، وتشرف يعني هذه المهنة، هذه المهمة التي كلفنا بها. فلنا الشرف فعلا في أننا نخدم المواطنين. وأقول لكم أنتم الصحافة، بعد أن أشكركم، فجميع المتقاضين عندنا، سواء عند الرئيس الأول أو عند السيد وكيل العام الملك أو عند يعني الرؤساء الإداريون، كلهم سواسية. لا نفرق، أنا شخصيا لا أفرق بين هذا وذاك، كل هدفي هو خدمة الصالح العام بما تحمله الكلمة من معنى، بما تحمله. لن أشكر نفسي، ولكن أخدم وأبحث عن السبب، وأبحث عن كذا، وأبحث عن الحل لهؤلاء الذين يتوافدون يعني على قطاع العدل. فقطاع هو قطاع جد يعني حساس، ولكن حتى لا أكون من الذين ينكرون الخير، أشكر كذلك وكرر أنني أشكر السيد وزير العدل على يعني إعطائه دينامية جديدة، أعطت دماء جديدة، وأعطت يعني ربما يعني نشاطا حيويا جديدا لهذا القطاع، ويعني ترك الفرصة للرؤساء والمسؤولين الإداريون كي يبدوا يعني ما في جهدهم من أجل تلميع الصورة، ليس تلميعها يعني بطريقة مزيفة، بل بطريقة يعني جدية مصداقية. وكلنا حتى لا يقال عنا يعني أننا مقصرون. فهذا القطاع هو قطاع حاسم حساس جدا، فيجب على الذي يعمل فيه أن يعني يتسلح حتى تعطي الصورة الحقيقية. ففعلا نحن أريد أن أقولها، بفعل يعني بفعل السلطة القضائية والسلطة والرئاسة النيابة العامة والوزارة بكل مدرائها المركزيون ووزير العدل وكاتب العام، كلهم فعلا عملوا على أنه يعني قفزنا قفزة نوعية. وإذا قلت قفزة نوعية لا أتحدث من الهواء في الهواء الطلق، بل ابحثوا عن الأرقام، أتحدث رقمين. نحن وصلنا إلى الرقمنة بمستوى في مستوى عالي جدا. الرقمنة الآن يذهب هذا الوباء، وبالنسبة للملفات المتراكمة سواء الجنحية أو الجنائية، عملنا كذلك على العمل يعني ليل نهار
حتى لا تبقى يعني حبيسة الرفوف، وكل كذلك الجهود كانت بفضل السيد الرئيس أجناب الرئيس الأول والسيد الوكيل العام، كان لهم الفضل في إتاحة الفرصة لنا من أجل يعني الوصول إلى هذا الإنتاج. فهنيئا لكم وهنيئا لنا بهذا الإنتاج، وابحثوا عن الأرقام، ابحثوا عن يعني ما 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 هو دليل قاطع على هذا. وكذلك لن أنسى، حتى لا أنسى، هيئة المحامون وهيئة السادة المحامون وهيئة الموثقون وهيئة العدول، وكل تلا أنسى كل هيئة تدخل في هذا القطاع أعطت ويعني أدلت بدلوها. نحن الحمد لله ولله الحمد عملت في هذه المحكمة وكل ارتياح عندما أخدم الصالح العام وأخدم مواطنا من المواطنين، فيحصل للشرف ويحصل لي يعني نوعا من الارتياح حتى لا ألام. مع نحن كذلك كلنا يعني طاقة حيوية نعمل ليل نهار من أجل إسعاد وإيصال وإعطاء لكل ذي حق حقه. والسلام ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.